حرف عبد الناصر الصنعة التقليدية مدة 30 سنة الحرفانة ولكن دامجة خمسة الحرفانة الناس هاد الناس تحت الحرفة تلاحظ أغلبية قاعة الصفارين وسعة الصفارين راه العالم بعيش اللي تعرفها ولكن ما عارفينش بالقيمة ديالها ما يعرفوا بالقيمة ديال هاد الحرفة تنهار نيض قارد هما اللي غيتسالاو داك الساعة لا ينفعوا من هذا كانت هنا 30 خدام و30 صانع هنا كلها انقرضت تمشات بقاو دابا 8 صناع دابا شي عام ولا عامين ما يبقاش شي واحد هنا والصناعة الأولى بحال شي تحام العالم تياكل هاد الصناعة والصناعة التقليدية ما تياكل منها حتى حاجة إثمارا لله والصور ديال التوريست هنا تياخذوا اللي بغاو تياخذوا اللي رشق لهم وصوروا رشق لهم وسمعوا الأقوال وديروا فيديوهات وديروا بوسترات ولحوهم على صعيد العالم وياخذوا منهم أمكية كبيرة وحنا ما رابحين حتى حاجة حسن كلوب ولكن خصو تدعيم آخر حسن كلوب الصناعة التقليدية ديالنا ممتازة عالميا إنها خدمة يدوية هذا اللي تتشوف تيكون هاك الطرف كثر الضوء كثر الزهر بزاف الاشياء باش عيب نطرقها باش نخدمو كل شيء يدوي ما نخدموش شي حاجه اللي غتكون فوق الطاقه ما كان لا دولة تاع نخدموها بيدينا بعقلنا لكن شكون اللي يقول له هز لك يديك ويعطيك التشجيع ما كاينش تهضر ما وشيت يقول لك لك بسم الله وهذا الحمد لله وشكره احنا حامدين وشكرونا كل نهار اللي تيصور لك 80 درهم كاين اللي يصور لك 50 درهم كاين يصور 100 درهم كاين نهار ما يصورش كاع على حساب الحرف تخدم تخدم بياسي وتنزلها تستلم البيعة مول شي وعاد تولي تسقم حاجة واحدة أخرى لو كان هاد السنة عنده فينيسكي ويدعم ما تابع لا عنده لا تقاعد لا متينة لا حتى حاجة كيبقى ينقرض ويموت وشحال من صانع مسكين خدم وردم هنا وطاح وكان اللي مشي يسعى كاع الدمر ديالو دمر بخطرة دابا ما عرفت حتى واحد باش هو صانع ممتاز وتخرج من يدو الذهب ولا شكون يعرف الأقدار ديالو إلا الله سبحانه صانع التقليدي دابا طلب أبسط ما يكون أمكن ديالو إلى متين ديالو يدير التقاعد ديالو نطلع لنا لاسينيس الفوق قلنا لهم اسيدي خصنا صانع تقليدي خصو يوقف على راسو باش يدير واحد التقاعد نهار يدير 62 سنه في عمره ولا 60 ما عرفنا فوقاش نوصلو عمر بيد الله ولهذا ملي طلعنا وقال لك هود عاد مشي هو اعترف بك حتى تهود عاد مشي تقول لك اخويا انا حال حالة الله انا بحرام ماشي مع الوقت لا اعترفت بك كنحط ماده كثيره فلوس كثيره سير طلع على بغاو انت قيدوك حنا بغينا طلعنا عندهم قلنا لهم طلعوا اعترفوا بموسى ونقيدوا ونخلصوا على راسنا قال لك لا خويا تعترف بموسي عندنا صناع تقليديين في مدينة فاس تاريخية قبضة الخزانة القرويين ومدرسة الصفارين الحمد لله بلد العلم ولكن العلماء هذه البلاد ماتوا الحقيقيين بقاو غير الناس اللي خصهم ياكلوا ما يوكلوا واسألوا الله السلامة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي